الهضره اليوم ما كاين لا اضراب لا والو، جايين الصحافه واقفين قدام مارشي تيهضروا على هذا الشيء ديال تريبورتوات اللي داروا لهم. بالنسبه لهذا الشيء اللي دايرين لهذا القانون اللي دايرين مالين تريبورتوات راه حشومه، هذا الشيء حشومه. يعني الانسان عنده تريبورتور تيتمعش مع راساته تيجي للمارشي كيدبر على 30 درهم بحال هذا السيد، تيجي مسكين كيدبر هنا على 30 درهم 40 درهم، يعني وغتجي غديروا ليه بيرمي؟ يعني راه ما قانون ما والو. وعلى حساب اخويا البيرميات اخويا قصحونا بزاف هاد البيرميات اخوانا، واخد الموطور على قد الحال. هاد الشكل بعد ديش هنا ولا جاب الله 30 درهم الف ريال، الله يجعل البركه. وباش شري البيرميات انا ما قاريش اخويا، وعاش الملك وعاش الملك. فلقينا المشاكل بزاف عند موالي الوقت، يعني تدوز تيشدك كيقول لك بيرمي بيرمي اش هاد البيرمي اش هاد القانون. النهار الاول خرجوا الموطور على اساس سايكونج، ولا دابا البيرمي البيرمي البيرمي. دابا هاد السيد كيفاش غيتماعش؟ ما يتماعش مع هاد الموطور، كيفاش غيتماعش مع الوقت؟ غيبقى يقولوا بيرمي بيرمي، يمشي للحبس. اك دمرتونا قتلتونا